سؤال: أين يوجد جسد الأنبابول؟ وبيقولوا إن الأنبا أنطونيوس بعد ما اندفن ما عرفش هو فين، لكن مع ذلك أنا لما زرت دير الأنبابولا في السبعينات كان ليه أسقف اسمه أنبر سانس، قلت له فين جسد الأنبابولا؟ قال لي هنا. هنا مفيش، يعني مش ليش صندوق بيقولوا عليه، مفيش. نعم؟ هو بيقول تحت فين؟ بس الأنبا يؤنس من دير الأنبابولا، فقلت لا ينبئك مثل خبير. فبرضو بيقولوا هنا هنا هنا، ما نعرفش هنا دي تطلع فين. انت تاخد بركة الأنبابولا من غير ما تمسك جسد، واحنا طول عمرنا بناخد بركة الأنبابولا، لكن مش ضروري تشوف جسده على السنتو. طوبى لمن آمن دون أن يرى.